مرحبا، كيفكن؟ اليوم بدنا نعمل مع بعض طريقة تحضير سلطة كتير صحية ومغذية وكتير طيبة، سلطة العدس. مثل ما شايفين شكلها كتير رائع. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. عندي كوب عدس صغير، بنقيهن أول شي وبغسلهن. ضيف عليهم مي، حطيت 3 أكواب مي، بحطهم على الغاز. هيدا العدس استوى عنا، سلقتهم 20 دقيقة، 3 ساعة. هلأ بصفيهم بالمصفاي وبغسلهم. هل العدسات بعد ما غسلتهم، هلأ بحطهم على جنب. بس سلقنا العدس مع بعض، عنا هون خضرة مقطعيتها، غسلتهم وقطعتهم بهيدا الشكل. بندورة، خس، فليفلة حلوة، خيار، فجل، ذرة، جزر، بصل صغيرة كتير صغيرة، بقدونس، وعنا ملعتين طعام عصير حامض، ملعتين طعام دبس الرمان، 3 معالق طعام زيت زيتون، حوالي ملعقة صغيرة ملح، نص ملعقة صغيرة نعنع يابسة، وإذا متوفر أخضر نعنع خضرة بيكون أفضل، وعنا نص ملعقة صغيرة سماق. بحط الخضرة مع بعض، كمان العدس، دبس الرمان كتير بيعطي نكهة طيبة للسلطات. حامض، زيت، ملح، السماق، النعناع. بنخلطهم منيح. بسم الله الرحمن الرحيم. سلطة كتير كتير مغذية وكتير طيبة ورائعة. انتبهوا، أنا سلقت العدس حوالي 20 دقيقة حسب نوعية العدس. في عدس بيطول بالسلق. هيدي السلطة صارت جاهزة للتقديم. هيدي سلطة العدس اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.